على النهائي السوبر بقي تقريبا يومين. الآن غرد رئيس الهلال يقول يفصلنا أقل من يومين عن نهائي السوبر، وهدفنا إضافة رقم جديد في تاريخ الهلال. ثقتنا كبيرة في أبطالنا وجماهيرنا أن تتضافر الجهود أو جهودهم لتحقيق البطولة بإذن الله. كل الملفات مغلقة باستثناء النهائي. تركيزنا وكذلك الجماهير يجب أن يكون نحو العمل على تحقيق بطولات أكثر. هذا أول حديث يخرج من المعسكرين عن النهائي. هذا عين العقل طبعا، يعني تصريح متزن. تعودنا من الأستاذ فهد بن نافل أنه إذا حضر حضر بكلام منطقي يفيد ويضيف للعمل الإداري الجميل. فالهلاليين الآن عليهم التركيز على السوبر لأنها تظل بطولة وهامة وتضاف إلى رصيدهم البطولات. يعني أنت فريقك الآن مر منعطف فني وانهزاز وعاد رد اعتباره في أمام الفيصل المباراة الدورية. الآن الفريق مستعد وبعض المصابين شفيوا. أتمنى زي ما قال الأستاذ فهد بن نافل من الجماهير الهلالية لا تفحوا الفريق، تترك الأمور الهامشية، هذا وقع هذا راح. أعود وأكرر، اللي يروح هذه حرية شخصية، ولكن يبقى الهلال بنجومه وبمن حضر. في خوف طبيعي، الفيصلي ترى خصم عنيد وفريق يريد أن يعوض، فريق حضوره يختلف عن العام الماضي، وعنده رئيس ذكي أعتبره رئيس ومدرب. صحيح مدرب الفيصلي يعني عليه خلاف وعليه أخذ وعطاء، لكن عنده رئيس محنك ويعرف كيف يدور مثل هالمباريات. فريق الفيصلي فريق عنيد، إذا ما احترم الهلال حيخسر البطولة. إذا فاز الفيصلي سنبارك له، وإذا فاز الهلال سنبارك له. ولكن من يقول إنها مباراة سهلة الهلال حتى لو كانت في الرياض؟ لا، ما في سهلة، احنا شفنا المباراة اللي راحت بينه يعني تونا من كم يوم شفنا كيف المباراة كانت رايحة في اتجاه وراحت في اتجاه. يعني الفيصلي عنده القدرة، هذا صحيح. فلما يقولوا والله أنا في الرياض والهلال لا، إذا ما في عمل لعيبة الآن أي مباراة سواء كاس أو في دوري للهلال أو أي نادي، العمل في الملعب إذا ما احترمت خصمك ما راح تظفر لا بنتيجة أو بطولة. فالهلاليين عليهم احترام الفيصلي، والفيصلي أيضا عليهم مضاعفة الجهد لأنهم سيواجهون فريق تعود تمرس على النهائيات. وأتمنى تكون مباراة جميلة في مستوى الفريقين. ماجد،